السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله الفيديو ده خاص بالمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة، هفسر رؤية أكل الفاكهة الطازجة في منام المرأة المتزوجة والمطلقة. بقول ليه الطازجة وبأكد عليها، لأن طبعا كل رؤية وليها يعني تفسير معين. ما ينفعش مثلا واحدة بتاكل مثلا موزة مش سليمة فتقول إن دي نفس التفسير، لأ ده كده هيبقى تفسير تاني خالص. فالنهارده هنقول رؤية تفسير أكل الفاكهة الطازجة في منام المرأة المتزوجة والمرأة المطلقة. الرؤية دي أولا جميلة جدا، مبشرة جدا، بفرح قوي لما حد بيحكيها لي وبيكون عايزني أفسرها، وبإذن الله تكون من نصيب كل واحد. نبدأ بالمرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لما تشوف إن هي بتاكل فاكهة طازجة في المنام، فالرؤية دي بتدل على توبتها إلى الله عز وجل والرجوع إلى طريق الله عز وجل بإذن الله، والتوبة من معصية معينة كانت بتعملها. طبعا ممكن حد لما يشوف بيقول معصية، ممكن حد يجي في دماغه موضوع كبير قوي او حاجة، لا انا ما بعملش كده وحلمت ان انا باكل فاكهة. المعصية دي ممكن تكون حاجة بالنسبة لنا، يعني مثلا بتكلم على حد، دي حاجة عند ربنا كبيرة جدا جدا، ممكن يكون ذنب كبير، الله اعلم بكل واحد، لكن طبعا ربنا بيغفر لكل واحد ما عدا المشرك. طالما مش مشرك يبقى خلاص ربنا بإذن الله بيغفر ايا كان الذنب. وحلمتي بالرؤية دي بإذن الله، دي رؤية بان الله بيبشرك ان هو كمان قبل توبتك. يعني الرؤية دي كده علامة ان ربنا قبل التوبة، ان انت توبتي ورجعتي الى طريق الله عز وجل وربنا قبل توبتك، وكمان بتدل على الرزق الواسع والخير الوفير والبركة في الحياة بإذن الله تعالى. طيب نروح بقى للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة لما تشوف ان هي في شخص بيقدم لها فاكهة طازجة في المنام، الرؤية دي بتدل على ايه؟ بتدل ان شاء الله على بداية حياة جديدة مع شخص صالح. بإذن الله ربنا هيعوضها عن كل حاجة شافتها وحشة في الحياة، وبإذن الله هتحس بالاستقرار مع الشخص ده. طيب في حاجة تانية عايزة اقولها. لما نشوف الرؤية دي باستمرار وهو الشخص اللي بيقدم لي الفاكهة، يعني لو شفتي في منامك ان هو الشخص ده، وشفتي مثلا كل كام يوم بتحلمي بالرؤية دي او حلمتي بها كذا مره ومع نفس الشخص، يقال والله اعلم ان الرؤيه دي معناها ان هذا الشخص بالفعل اللي انت بتشوفيه في منامك باستمرار هيتكفل بيكي، هيتكفل بكل احتياجاتك في الحياه. حتى لو كان عندك اولاد فالرؤيه دي معناها ان الشخص ده باذن الله هيتكفل بكل حاجه باذن الله تعالى، بكل حاجه تخصك وتخص اولادك حتى لو كنتش عندك اولاد. يقال كده والله اعلى، واعلم طبعا كل حاجه ربنا اللي اعلم بيها. لو محتارين في تفسير اي رؤية ما عليكم الا الاشتراك في القناة واكتبوا الرؤية اللي انتوا عايزينها، وما تنسوش اللايك لو سمحتوا، لو سمحتوا ادعموني بلايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس وكل الناس تشوفه والقناة تكبر بيكم وليكم. وكمان باذن الله هرد عليكم في نفس اليوم على اي رؤية تبعتوها لي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.